في فضيحة، مش عارف اقول ايه الحقيقة، ولكن في فضيحة كبيرة جدا جدا، بيخسر النادي الاهلي بخماسية مقابل لا شيء امام فريق سان داونز. بقول ليه فضيحة؟ مش عشان الخمس اهداف، ولكن عشان الاداء اللي احنا شفناه، عشان اللعيبة اللي كانت موجودة في الملعب. الحقيقة مش عايز اكون قاسي، مش عايز اكون قاسي، يعني في ظروف الواحد صعب جدا ان هو يتكلم فيها، لان احنا ما عشرناش هذه الظروف، ولكن بهذا الشكل وبهذا المنظر هي كارثة. اليوم كارثة حدثت على ارض ملعب جنوب افريقيا، وهزيمة النادي الاهلي بخماسية مقابل شيء. تخيلوا حضراتكم ان 10 لاعبين على ارض الملعب بما فيهم التغييرات، العشر لاعبين سيئين للغاية ويستحقوا الهزيمة، فيش غير لاعب واحد فقط لولا هذا اللاعب، اعتقد ان احنا كانت النتيجة ممكن تبقى اكتر من كده بكتير. محمد الشناوي انا بشكره جدا جدا جدا، على لسان كل جمهور النادي الاهلي انا بشكره جدا محمد الشناوي، على الرغم من قبوله لخمس اهداف، ولكن شال خمس اهداف زيهم الحقيقه محمد الشناوي. خط دفاع سيء للغايه، خط وسط سيء للغايه، خط هجوم سيء للغايه، جهاز فني لم يحسن التصرف مع هذه المباراه، اشياء كثيره جدا جدا. عايز اقول لحضراتكم حاجه، احنا في قناه النادي الاهلي، ولكن في النهايه احنا لازم نتكلم باسم الجمهور، لازم بنتكلم بنبض الجمهور، لازم نشوف ايه اللي حصل، هنعرف ايه اللي حصل خلال الفتره القادمه. ولكن زي ما بقول لحضراتكم، مش عايز ادي لحضراتكم امل، مش عايز اقول ان ممكن يحصل اي حاجه، الامل مع هؤلاء اللاعبين قل لغايه 1%. الواحد في المية ده عارفين مين؟ حضراتكم، بس حضراتكم ووقفتكم خلال الفتره اللي جايه، ولكن فنيات بقى، جهاز فني، لعيبه، كل حاجه زي ما حضراتكم عارفين. هنا داخل قناه النادي الاهلي احنا اكتر ناس بنقف مع الفريق، اكتر ناس بنقف مع اللاعبين، اكتر